مساكم الله بالخير يا جماعة. هذا اللي حصل بتعز اقسم بالله العظيم انه فساد ومنكر يصح للعرش. بحارة كلابة المقاومة، هناك اللي يسموه انفسهم مقاومة، هم مرعي واصحابه. انا لسنتين اقول ان هم مرعي هذا سارق، من عمك يا شيخ حمود سارق، اعاط الفساد، نشر الفساد بكل حارة كلابة. قاسي رقيقي 80 بيت وسلطان قيسي بالعرقة حقه لا يقري بعده من دينا لا دينا. اليوم هم مرعي والمقاومة بكلابة تفرض على كل البيوت كلابة، منطقة حدودية مع الحوثة، الناس كلهم تحت إطلاق النار وتحت القنص، العالم كلها تشي تخرج من بيتهم. اليوم هم مرعي فارض على كل بيت 150,000 ريال و 100,000 أجرة الدينا إجباريا، اللي يشتي ينقل واللي يشتي يجلس ببيته يدفع 100,000 أقل حراسة. يا جماعة أقسمكم بالله العظيم هذه ما فعلوها حتى الحوثة، هذا ظلم. يا محافظ المحافظة، يا وكيل المحافظة، يا شيخ حمود كلم بن عمك، هذا ظلم. المرة تتصل لي تبكي تقول لي أقسم بالله العظيم، المرة تتصل تبكي تقول لي ابني معي 50,000 من ابني حواله من السعودية مصروف، باقي لي منه 10,000 منين أدي لهم؟ منين أدي لهم؟ لو قسيت ببيتي شاموت. أقسم بالله العظيم يا جماعة أنه طلع لي الضغط، ما هذا الظلم يا جماعة؟ كيف انتصروا على الحوثة؟ اتقوا الله، اتقوا الله يا محافظة المحافظة، اوقفوا هم مرعيضة، اوقفوا المقاومة، اوقفوا نقاط المقاومة هذه اللي بكلام، اتقوا الله مع نشيش تحرير، اسلموا الناس، اسلموا الناس. الله يعنكم، امس وزير الخارجية قبنتين ياها واليوم المقاومة يشتوا بياس، اذا اديكم للحوثي كل شيء مع باقي، اذا قد عمتوا باقوى الاسلحة واقوى الادلة، قد وش يتحمل بندق الرجل شخروق يقاتل مع الحوثي صميل، شقاتلوا الناس مع الحوثي من تحت عمائلكم. الله لا، الله يلعنكم لعنة الله عليكم فرد فرد.